السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطولك العمر الحاج. بارك الله فيك لنا فاطمة. الله يخليك لينا. أكرمك الله لله. احنا تنتظروا لك دائما. أعزك الله وبارك الله فيكم. الله يرحم والدينا الدكتور دعا لي أنا واحد الوليد وكو وليداته. يا رحمن يا رحيم. ودعا لي أنا بنياتي راهم خارجين تما على برا اللي هي خارجين واحد البنية عند الباك. يا رب. واحد عندها تاهي تدوك 16 دعا لي معاهم. يا رحمن يا رحيم يا رب. ودعا لي مع واحد البنت هي مريضة واحد الجنب ما عرفنا تاهي مالها. يا رحمن يا رحيم. ودعا لي بنتي بيرا فاش ما حط يدو تاهي تلقى لي العكس في واحد الخدمة. لا إله إلا الله. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا إله إلا الله. للفاطمة الله يفرج عليكم. للا فاطمة الله ينورك بنور الله ونسأل الله تعالى يحفظك في ولداتك. شوف الله يسمح لنا من الوالدين. شوف للا فاطمة تفكرت لوليداتها وتفكرت فلدت كبيدها ونسات راسها. شوف الرحمة ديال الأمهات اللي وضع الله في القلوب. راه اللي عطاه الله شي أم سعداته. قال لك الملك في السماء كيقول لك عندك بما ترحم. إذا ماتت أم ابن آدم ناداه الملك من السماء ماتت التي كنا نرزقك ونحميك من أجلها فاعمل صالحا نرزقك ونحميك من أجله. اللي عنده ميمته عمره ما يخاف. اللي محيا ما يخافش. لأن الأم كتدعي لي بالليل وكتدعي لي بالنهار وكتدير قيام الليل وتصوم النهار وتدعي معه بالرحمة وبالفتح المبين. فشكر الله لك للا فاطمة. وأسأل الله تعالى أن يقر عينك بأولادك وبناتك. الله يجعلهم جميعا محفوظين ومحفوظات في السفر وفي الحضر وفي الدغاب وفي الإياب. نسأل الله تعالى أن يحفظهم جميعا بالسبع المثاني وبالقرآن العظيم. نسأل الله تعالى أن يتولاهم بالعناية والرعاية ويجعلهم جميعا ناجحين فالحين. للا فاطمة هاد النسيب ديالك اللي عنده العكوسات راه العكس كيوافق الإنسان. كل اللي كيجي العكس في التجارة كل في الدراسة كل في العمل كل في الزواج. كي الله يسترنا وإياكم في محط يبدو عنده العكس فيما مشى كيلقى الأبواب مغلوقة. هاد العكس كيف نحاربه؟ ما كاين مسهل باش نحاربوا العكس. أسهل شيء نحاربه بالعكس هو يوم يسر وفي أجر وتواب وهو أن الإنسان يلازم الاستغفار. ماشي الاستغفار ملازمة الاستغفار. ملازمة اللي كيستغفر الله مرة أو اثنين ماشي ده هو المطلوب. المطلوب الملازمة. لأن سيدنا الرسول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال من لازم الاستغفار لازمه يعني يعمر به قلبه ويعمر به لسانه ويقول في الليل وفي النهار في اليقظة وفي المنام في الدغاب وفي الرواح وفي كل وقت وحين. من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل كرب مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. إلا عندك الهم غيفرج الله تعالى. إلا عندك أزمة ربي غادي يجعل لك المخرج. وإلا عندك الضيق في المال ربي غادي يرزقك من حيث لا تحتسب. وهذا كلام يا أحباب مجرب رغم أن الله تعالى ينبغي أن العبد يجرب ربه. لكن يا ما شفنا أناس عندهم عكوسات والأبواب مغلقة فبدأوا يستغفرون الله تعالى ينخرطون في سلك المستغفرين. وما هي إلا مدة قصيرة جدا حتى فتح الله عليهم الأبواب الخير وأبواب الرزق وأبواب البركة. أستغفر الله. ملي نشعر بأنني عندي الضيق ونشعر أن الأمور معكسة واحد نصيحة لوجه الله. لا تتعب رأسك ودماغك بالتفكير. كل كيجلس وكيبقى يفكر مزيان. يا ما كنعرف أناس كيبقى يفكر ويحلل كيأخذ ورقة وقلم وكيبدي يبحث عن الأسباب والمسببات وكيبقى يدير واحد الاستراتيجية وكيرسم خارطة الطريق وكيشوف ديك البيرسبكتيف الأبعاد البعيدة وكيبقى يصدع راسه وباقي ما موصل النتيجة. ثم يضرب أخماسه في أسداس وباقي في بلاصته. خير منه ملي تشوف الأمور معكسة
والامور مغلقه ما تفكر ما حاجه رياح وبدا تستغفر الله. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم انت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. نبقى هكذا ساعة ساعتين ثلاث ساعات ملي غتجي الرحمة الإلهية والله غتنوض كتريم غتنوض. سبحانك يا جليل الرزق الوفير والخير الكثير والبركة والتيسير. وادخل يا ربي هادشي كثير عليا. من أين أتاني؟ جاءك من فضل الله وكرمه، لأنه وعد المولى الذي قال في كتابه العزيز: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. نسأل الله تعالى جميعا أن يلهمنا وإياكم الاستغفار في كل وقت وحين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا من حيث لا نحتسب. قولوا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.